السلام عليكم، معكم فهمي بسام، وهذا الفيديو هو الجزء الثاني من سلسلة فيديوهات 10 عادات تساعد على الثراء المالي. وفي الجزء الأول من هاي السلسلة كنت شرحت 3 عادات، وهم أولا عادة الدعاء والتوكل، ثانيا عادة الاعتقاد بأنك أنت من تصنع حياتك، ثالثا عادة كتابة ووضع الأهداف. وبنصحكم وبشدة إنكم إذا ما حضرتوا الجزء الأول إنكم ترجعوا تحضروا بعد ما تخلصوا هذا الفيديو. وهلأ نكمل مع العادات التي تساعد على الثراء، والعادة الرابعة هي عادة التفكير على مستوى كبير لتحقيق نتائج كبيرة. فالأشخاص الأثرياء ما بيخافوا إنهم يحلموا أحلام كبيرة، وبناء عليها بحطوا أهداف كبيرة، لأنهم فاهمين إنه الإنجازات الكبيرة والمميزة ما بتصير إلا بناء على أهداف وطموحات كبيرة. وإذا بتتذكر في الجزء الأول في العادة الثالثة وهي عادة وضع الأهداف كان المثال تحقيق 1,000,000 دينار، والعادة الرابعة بتفسر ليش اخترت هذا الرقم، والسبب إنه لما تحط أهدافك لازم تفكر على مستوى كبير لتحقيق نتائج كبيرة. وعلى النقيض فإن الأشخاص الغير أثرياء بيحددوا أنفسهم بمستوى الحياة العادية، واللي بيشوفوه حسب فهمهم للحياة إنه هذا هو الأمر الطبيعي، وأي شيء أكبر من هيك هو مجرد أحلام يقظة وطموحات وهمية. وكمثال على الموضوع، إنك لما تفكر تقدم خدمة معينة فكر إنك كيف ممكن تقدم هاي الخدمة على مستوى كبير، ومش بس على مستوى محدود بعدد الناس أو المنطقة الجغرافية، ولكن طبعا خلي في بالك إنك رح توصل هذا المستوى الكبير بعد فترة من الزمن. يعني أنت أكيد رح تبدأ على مستوى صغير، ولكن مهم جدا إنك تكون مخطط وحاطط في بالك إنك توصل لمستويات كبرى بعد فترة محددة من الزمن. والسؤال هلأ كيف ممكن أطبق هاي العادة في حياتي؟ والجواب هو إنك تبدأ بالتفكير بإنجازات على مستويات كبرى، وإنك تتمنى هاي العادة في حياتك. فلحتى تنجز أي شيء في حياتك لابد أولاً إنك تكون فكرت فيه. فكر بشكل متعمد، خليك عارف إنه الله أعطاك كنز عظيم رح يساعدك على إنجاز اللي بدك إياه في حياتك، وهذا الكنز هو عقلك. ولكن لحتى يشتغل ويعطيك حلول لازم أنت تعطيه أهداف يشتغل عليها، وبالتالي هو بيعطيك أفكار وحلول لحتى تحقق هاي الأهداف. العادة الخامسة هي عادة التركيز على الفرص. فالأشخاص الأثرياء والناجحين دائماً بيبحثوا عن الفرص وعن طرق ووسائل جديدة لصنع القيمة وتنمية ثرواتهم وتطوير مشاريعهم. وعلى النقيض فالأشخاص اللي ما عندهم عقلية النجاح والثراء بيكون تركيزهم على المعوقات والأمور اللي بتمنع العمل من النجاح، بدل من التفكير بكيفية تجاوز هاي المعوقات وحلها. وبالتالي فإنه هاي المعوقات اللي بتواجههم بتمنعهم من رؤية الفرص. طيب كيف تبني هاي العادة عندك؟ والجواب إنك تبدأ بالتركيز على الفرص والبحث عن الفرص اللي بتساعدك على النجاح بشكل متعمد، وإنك تلتزم فيها لحتى تصير عادة عندك. وكمان إنك تفكر وتتعلم وتدرس كيف تواجه التحديات وتتجاوز المعوقات اللي ممكن تطلع في طريقك. والعادة السادسة هي عادة التعلم من تجارب الأشخاص الأثرياء الناجحين. فالأشخاص اللي بيبحثوا عن النجاح والثراء بيكونوا فاهمين إنهم ما رح يعيشوا كفاية ليجربوا كل شيء بأنفسهم، وبالتالي فهم لازم يتعلموا من الناس اللي نجحوا قبلهم في نفس المسعى. عشان هيك بتلاقيهم بدرسوا عادات الناجحين والاستراتيجيات اللي اتبعوها في عملهم وحياتهم والعقلية اللي عندهم، وبيعكسوها على أنفسهم وحياتهم بما يلائمهم. وهون ملاحظة مهمة جدا إنه انتبهوا على كلمة بما يلائمهم، لأنه بالشرط اللي بلائم غيرك يكون ملائم إلك. وعلى النقيض بتلاقي الأشخاص الغير ناجحين بنظروا بنوع من التكذيب أو بنوع من الغيرة والحسد لتجارب الأشخاص الناجحين، وبيشوفوا إنه الأشخاص الأثرياء والناجحين حققوا نجاحهم وثرواتهم بالغش والخداع أو بالحظ. والسؤال هلأ كيف تبني هاي العادة عندك؟ والجواب بإنك تبحث عن الأشخاص الناجحين والأثرياء واللي شاركوا طرق نجاحهم مع الناس، سواء بالكتب أو الفيديوهات أو المقالات، والأهم إنك تتأكد إنهم صادقين من خلال البحث الصحيح.
والأفضل إنك تسأل الناس اللي بتعرفهم بشكل شخصي، وإنك تكون محدد ودقيق في أسئلتك لحتى يعرفوا يجاوبوك ويساعدوك، وإنك تبقى في حالة مستمرة من البحث والتعلم من تجارب الآخرين لحتى تصير عادة عندك. والعادة السابعة هي عادة التسويق لنفسك وأعمالك. فالأشخاص الأثرياء والناجحين بيكونوا مدركين وفاهمين لأهمية التسويق لأنفسهم وأعمالهم، وإنه لحتى ينجحوا وتتطور أعمالهم لازم يطلعوا يحكوا عن أنفسهم وخبراتهم والتجارب اللي مروا فيها والمعاناة والخسائر اللي واجهوها لحتى بنوا البزنس اللي عندهم إياه. وفي ذات الوقت وبشكل مباشر أو غير مباشر بيكونوا بيسوقوا لأعمالهم والخدمات اللي بيقدموها. وعلى النقيض بتلاقي الأشخاص الغير أثرياء والغير ناجحين أو اللي ما عندهم عقلية التطور والثراء بيحكوا لك يعني كيف أطلع أحكي عن حالي، خلص الشغل واضح والنتائج واضحة. يا أخي مادح نفسه كذاب. والسبب إنهم غير مدركين إنه في عالم الأعمال هيك هي الأمور بتمشي، يعني لازم تطلع تحكي عن حالك وعن شغلك خصوصا في البدايات، وإذا ما بدك فلازم تطلب من حدا إنه يطلع يحكي عنك وعن شغلك، ولكن من الأفضل إنك أنت اللي تحكي عن نفسك وعن أعمالك لحتى تتأكد إنه الرسالة وصلت بشكل واضح للناس وبالتالي للعملاء المحتملين. والسؤال هلا كيف تطور هاي العادة عندك؟ أولا ابدأ بالتدرب بإنك تتخيل حالك واقف قدام عميل تحكي له عن خبرتك وشغلك، وهلأ ما في أسهل منها مع وجود الموبايل، يعني صور حالك وانت قيم حالك وبعدين وقف قدام أهلك وأصحابك واحكي قدامهم عن خبرتك وشغلك وشوف شو اللي بينصحوك فيه، وخلي في بالك انك ما تأخذ التعليقات السلبية وخذ فقط بالنصائح الإيجابية، وبعدين انقل الموضوع للواقع واحكي عن نفسك وشغلك بشكل واقعي قدام الناس اللي ما بتعرفهم. جرب اطلع على الفيسبوك واليوتيوب وصير عدل على طريقة حكيك، وشوي شوي ومع الزمن رح تبني عندك هاي المهارة وبتكون مع الزمن كمان صارت عادة عندك. ولهون بتكون خلصت العادة السابعة وبيكون خلص هذا الفيديو. برجع بنبه على موضوع مهم جدا، هو انه العادات هي نفسها ما يسمى بالبارادايم او النموذج الادراكي النمطي، وضروري انكم تفهموا ايش هو البارادايم، لانه متى ما فهمتوه فحياتكم رح تختلف بشكل جذري. وكنت سابقا في سلسلة عددتها سابقا شرحت البارادايم سلسلة كاملة، رح تلاقوا الرابط تبعها في وصف الفيديو وفي اول تعليق كمان. وفي الختام بشكركم على المتابعة، وإن شاء الله إنكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ومن العادات اللي انشرحت فيه. بطلب منكم إنه إذا عجبكم هذا الفيديو إنكم تكتبوا تعليق حلو عن الموضوع، وإذا في عندكم أي نصائح أو تجارب عن هذا الموضوع إنكم تشاركوها معنا. لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشاركوه مع أهلكم وأصدقائكم، وبطلب منكم كمان إنكم ضروري تشتركوا في هاي القناة لحتى توصلكم الفيديوهات الجديدة، وبنصحكم إنكم تحضروا الفيديوهات الموجودة على هاي القناة واللي انعرضت سابقا عليها مثل سلسلة البارادايم أو سلسلة السلوك، وإنكم تعرفوا إنه الفيديوهات الموجودة على هاي القناة مش متعلقة بأي نوع من أنواع الترند، يعني إن شاء الله إنكم متى ما حضرتوها فهي راح تفيدكم لأنها مش متعلقة لا بفترة زمنية ولا بأي حدث معين، وإنما تم تهيئتها وتجهيزها لتقديم الخدمة والفائدة والمنفعة متى ما انحضرت. شكرا لكم على المتابعة، كان معكم أخوكم فهمي بسام، والسلام عليكم.